سفر صموئيل الثاني الأصحاح 18. وأحصى داود الشعب الذي معه وجعل عليهم رؤساء ألوف ورؤساء مئات، وأرسل داود الشعب ثلثا بيد يؤاب وثلثا بيد أبيشاي بن سروية أخي يؤاب وثلثا بيد إتاي الجتي. وقال الملك للشعب: إني أنا أيضا أخرج معكم. فقال الشعب: لا تخرج، لأننا إذا هربنا لا يبالون بنا، وإذا مات نصفنا لا يبالون بنا، والآن أنت كعشرة آلاف منا، والآن الأصلح أن تكون لنا نجدة من المدينة. فقال لهم الملك: ما يحسن في أعينكم أفعله. فوقف الملك بجانب الباب، وخرج جميع الشعب مئات وألوف، وأوصى الملك يؤاب وأبي شاي وإتاي قائلا: ترفقوا لي بالفتى أبشالوم. وسمع جميع الشعب حين أوصى الملك جميع الرؤساء بأبشالوم. وخرج الشعب إلى الحقل للقاء إسرائيل، وكان القتال في وعر أفرايم، فانكسر هناك شعب إسرائيل أمام عبيد داود، وكانت هناك مقتلة عظيمة في ذلك اليوم، قتل 20,000. وكان القتال هناك منتشرا على وجه كل الأرض، وزاد الذين أكلهم الوعر من الشعب على الذين أكلهم السيف في ذلك اليوم. وصادف أبشالوم عبيد داود، وكان أبشالوم راكبا على بغل، فدخل البغل تحت أغصان البطمة العظيمة الملتفة، فتعلق رأسه بالبطمة، وعلق بين السماء والأرض، والبغل الذي تحته مر. فرآه رجل وأخبر يؤاب وقال: إني قد رأيت أبشالوم معلقا بالبطمة. فقال يؤاب للرجل الذي أخبره: إنك قد رأيته، فلماذا لم تضربه هناك إلى الأرض؟ وعلي أن أعطيك 10 من الفضة ومنطقة. فقال الرجل ليؤاب: فلو وزن في يدي 1,000 من الفضة لما كنت أمد يدي إلى ابن الملك، لأن الملك أوصاك في آذاننا أنت وأبيشاي وإتاي قائلا: احترزوا أيا كان منكم على الفتى أبشالوم، وإلا فكنت فعلت بنفسي زورا، إذ لا يخفى عن الملك شيء، وأنت كنت وقفت ضدي. فقال يؤاب: إني لا أصبر هكذا أمامك. فأخذ 3 سهام بيده ونشبها في قلب أبشالوم، وهو بعد حي في قلب البطمة، وأحاط بها 10 غلمان حاملوا سلاح يؤاب، وضربوا أبشالوم وأماتوه. وضرب يؤاب بالبوق، فرجع الشعب عن اتباع إسرائيل، لأن يؤاب منع الشعب. وأخذوا أبشالوم وطرحوه في الوعر في الجب العظيم، وأقاموا عليه رجمة عظيمة جدا من الحجارة، وهرب كل إسرائيل كل واحد إلى خيمته. وكان أبشالوم قد أخذ وأقام لنفسه وهو حي النصب الذي في وادي الملك، لأنه قال: ليس لي ابن لأجل تذكير اسمي. ودعا النصب باسمه، وهو يدعى يد أبشالوم إلى هذا اليوم. وقال أخي معص بن صادوق: دعني أجري فأبشر الملك، لأن الله قد انتقم له من أعدائه. فقال له يؤاب: ما أنت صاحب بشارة في هذا اليوم، في يوم آخر تبشر، وهذا اليوم لا تبشر، من أجل أن ابن الملك قد مات. وقال يؤاب لكوشي: اذهب وأخبر الملك بما رأيت. فسجد كوشي ليؤاب وركض. وعاد أيضا أخي معص بن صادوق فقال ليؤاب: مهما كان فدعني أجري أنا أيضا وراء كوشي.
فقال يؤاب: لماذا تجري أنت يا ابني وليس لك بشارة تجازي؟ قال: مهما كان أجري. فقال له: اجري. فجرى أخي معص في طريق الغور وسبق كوشي. وكان داود جالسا بين البابين، وطلع الرقيب إلى سطح الباب إلى السور، ورفع عينيه ونظر، وإذا برجل يجري وحده. فنادى الرقيب وأخبر الملك، فقال الملك: إن كان وحده ففي فمه بشارة. وكان يسعى ويقرب، ثم رأى الرقيب رجلا آخر يجري، فنادى الرقيب البواب وقال: هوذا رجل يجري وحده. فقال الملك: وهذا أيضا مبشر. وقال الرقيب: إني أرى جري الأول كجري أخي معص بن صادوق. فقال الملك: هذا رجل صالح ويأتي ببشارة صالح. فنادى أخي معص وقال للملك: السلام. وسجد للملك على وجهه إلى الأرض، وقال: مبارك الرب إلهك الذي دفع القوم الذين رفعوا أيديهم على سيد الملك. فقال الملك: أسلام للفتى أبشالوم؟ فقال أخي معص: قد رأيت جمهورا عظيما عند إرسال يؤاب عبد الملك وعبدك، ولم أعلم ماذا. فقال الملك: دور وقفها هنا. فدار ووقف، وإذا بكوش قد أتى. وقال كوش: ليبشر سيد الملك، لأن الرب قد انتقم لك اليوم من جميع القائمين عليك. فقال الملك لكوشي: أسلام للفتى أبشالوم؟ فقال كوشي: ليكن كالفتى أعداء سيد الملك وجميع الذين قاموا عليك للشر. فانزعج الملك وصعد إلى علية الباب، وكان يبكي ويقول هكذا وهو يتمشى: يا ابني أبشالوم، يا ابني، يا ابني أبشالوم، يا ليتني مت عوضا عنك يا أبشالوم، ابني يا ابني. الأصحاح التاسع عشر. فأخبر يؤاب: هوذا الملك يبكي وينوح على أبشالوم. فصارت الغلبة في ذلك اليوم مناحة عند جميع الشعب، لأن الشعب سمعوا في ذلك اليوم من يقول إن الملك قد تأسف على ابنه. وتسلل الشعب في ذلك اليوم للدخول إلى المدينة، كما يتسلل القوم الخجلون عندما يهربون في القتال. وسطر الملك وجهه وصرخ الملك بصوت عظيم: يا ابني أبشالوم، يا أبشالوم، ابني يا ابني. فدخل يؤاب إلى الملك إلى البيت وقال: قد أخزيت اليوم وجوه جميع عبيدك، منقذي نفسك اليوم وأنفس بنيك وبناتك وأنفس نسائك وأنفس سراريك، بمحبتك لمبغضيك وبغضك لمحبيك، لأنك أظهرت اليوم أنه ليس لك رؤساء ولا عبيد، لأني علمت اليوم أنه لو كان أبشالوم حيا وكلنا اليوم موتى لحسن حينئذ الأمر في عينيك. فالآن قم واخرج وطيب قلوب عبيدك، لأني قد أقسمت بالرب إنه إن لم تخرج لا يبيت أحد معك هذه الليلة، ويكون ذلك أشر عليك من كل شر أصابك منذ صباك إلى الآن. فقام الملك وجلس في الباب، فأخبروا جميع الشعب قائلين: هوذا الملك جالس في الباب. فأتى جميع الشعب أمام الملك، وأما إسرائيل فهربوا كل واحد إلى خيمته. وكان جميع الشعب في خصام في جميع أسباط إسرائيل قائلين: إن الملك قد أنقذنا من يد أعدائنا، وهو نجانا من يد الفلسطينيين، والآن قد هرب من الأرض لأجل أبشالوم، وأبشالوم الذي مسحناه علينا قد مات في الحرب. فالآن لماذا أنتم ساكتون عن إرجاع الملك؟
سفر المزامير المزمور 119. انظر إلى ذلي وأنقذني، لأني لم أنسى شريعتك. أحسن دعواي وفكني، حسب كلمتك أحيني. الخلاص بعيد عن الأشرار، لأنهم لم يلتمسوا فرائضك. كثيرة هي مراحمك يا رب، حسب أحكامك أحيني. كثيرون مضطهدي ومضايقي، أما شهاداتك فلم أمل عنها. رأيت الغادرين ومقدت، لأنهم لم يحفظوا كلمتك. انظر أني أحببت وصاياك، يا رب حسب رحمتك أحيني. رأس كلامك حق، وإلى الدهر كل أحكامي عدلك. رؤساء اضطهدوني بلا سبب، ومن كلامك جزع قلبي. أبتهج أنا بكلامك كمن وجد غنيمة وافرة. أبغضت الكذب وكرهته، أما شريعتك فأحببتها. 7 مرات في النهار سبحتك على أحكام عدلك. سلامة جزيلة لمحبي شريعتك، وليس لهم معفرة. رجوت خلاصك يا رب، ووصاياك عملت. حفظت نفسي شهاداتك وأحبها جدا. حفظت وصاياك وشهاداتك، لأن كل طرقي أمامك. ليبلغ صراخي إليك يا رب، حسب كلامك فهمني. لتدخل طلبتي إلى حضرتك، ككلمتك نجني. تنبع شفتاي تسبيحا، إذا علمتني فرائضك. يغني لساني بأقوالك، لأن كل وصاياك عدل. لتكن يدك لمعونتي، لأنني اخترت وصاياك. اشتقت إلى خلاصك يا رب، وشريعتك هي لذتي. لتحيا نفسي وتسبحك، وأحكامك لتعني. ضللت كشاة ضالة، أطلب عبدك، لأني لم أنسى وصاياك. سفر الأمثال 16. غضب الملك رسل الموت، والإنسان الحكيم يستعطفه. في نور وجه الملك حياة، ورضاه كسحاب المطر المتأخر. إنجيل يوحنا 20. وفي أول الأسبوع جاءت مريم المجدلية إلى القبر باكرا والظلام باق، فنظرت الحجر مرفوعا عن القبر، فركضت وجاءت إلى سمعان بطرس وإلى التلميذ الآخر الذي كان يسوع يحبه، وقالت لهما: أخذوا السيد من القبر، ولسنا نعلم أين وضعوه. فخرج بطرس والتلميذ الآخر وأتيا إلى القبر، وكان الاثنان يركضان معا. فسبق التلميذ الآخر بطرس وجاء أولا إلى القبر، وانحنى فنظر الأكفان موضوعة، ولكنه لم يدخل. ثم جاء سمعان بطرس يتبعه، ودخل القبر ونظر الأكفان موضوعة، والمنديل الذي كان على رأسه ليس موضوعا مع الأكفان، بل ملفوفا في موضع وحده. فحينئذ دخل أيضا التلميذ الآخر الذي جاء أولا إلى القبر، ورأى فآمن، لأنهم لم يكونوا بعد يعرفون الكتاب أنه ينبغي أن يقوم من الأموات.
فمضى التلميذان ايضا الى موضعهما. اما مريم فكانت واقفة عند القبر خارجا تبكي، وفيما هي تبكي انحنت الى القبر فنظرت ملاكين بثياب بيض جالسين، واحدا عند الرأس والاخر عند الرجلين حيث كان جسد يسوع موضوعا. فقال لها: يا امرأة لماذا تبكين؟ قالت لهما: انهم اخذوا سيدي ولست اعلم اين وضعوه. ولما قالت هذا التفتت الى الوراء فنظرت يسوع واقفا ولم تعلم انه يسوع. قال لها يسوع: يا امرأة لماذا تبكين؟ من تطلبين؟ فظنت تلك انه البستاني، فقالت له: يا سيد، ان كنت انت قد حملته فقل لي اين وضعته وانا اخذه. قال لها يسوع: يا مريم. فالتفتت تلك وقالت له: ربوني، الذي تفسيره يا معلم. قال لها يسوع: لا تلمسيني، لاني لم اصعد بعد الى ابي، ولكن اذهبي الى اخوتي وقولي لهم: اني اصعد الى ابي وابيكم والهي والهكم. فجاءت مريم المجدلية واخبرت التلاميذ انها رأت الرب وانه قال لها هذا. ولما كانت عشية ذلك اليوم، وهو اول الاسبوع، وكانت الابواب مغلقة حيث كان التلاميذ مجتمعين لسبب الخوف من اليهود، جاء يسوع ووقف في الوسط وقال لهم: سلام لكم. ولما قال هذا اراهم يديه وجنبه، ففرح التلاميذ اذ رأوا الرب. فقال لهم يسوع ايضا: سلام لكم، كما ارسلني الاب ارسلكم انا. ولما قال هذا نفخ وقال لهم: اقبلوا الروح القدس، من غفرتم خطاياه تغفر له، ومن امسكتم خطاياه امسكت. اما توما احد الاثني عشر الذي يقال له التوأم فلم يكن معهم حين جاء يسوع. فقال له التلاميذ الاخرون: قد رأينا الرب. فقال لهم: ان لم ابصر في يديه اثر المسامير واضع اصبعي في اثر المسامير واضع يدي في جنبه لا اؤمن. وبعد ثمانية ايام كان تلاميذه ايضا داخلا وتوما معهم. فجاء يسوع والابواب مغلقة ووقف في الوسط وقال: سلام لكم. ثم قال لتوما: هاتي اصبعك الى هنا وابصر يدي، وهاتي يدك وضعها في جنبي، ولا تكن غير مؤمنا بل مؤمنا. اجاب توما وقال له: ربي والهي. قال له يسوع: لانك رأيتني يا توما امنت؟ طوبى للذين امنوا ولم يروا. وايات اخر كثيرة صنع يسوع قدام تلاميذه لم تكتب في هذا الكتاب، واما هذه فقد كتبت لتؤمنوا ان يسوع هو المسيح ابن الله، ولكي تكون لكم اذا امنتم حياة باسمه.